السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المدارس الفلسطينية بدولة قطر أقدم لكم مادة الدراسات الجغرافية للصف الحادي عشر أدبي، معكم المعلمة فادية كزيد، ونبدأ درسنا. الأمن الغذائي الجزء الثاني، وهو يتكلم عن موضوعين هامين جدا، هم الاستيراد الآمن وواقع الأمن الغذائي في فلسطين. أهداف الدرس عزيزتي الطالبة هي سوف نعدد بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة، كيفية تحقيق الاستيراد الآمن، نذكر بعض العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في الأمن الغذائي، وواقع الأمن الغذائي في فلسطين بشكل مفصل قليلا. نبدأ عزيزتي بأذكري بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة، هي كما ترين عزيزتي القمح والأرز. إذن الأرز والقمح هي أهم المحاصيل الاستراتيجية. كيف نحقق الاستيراد الآمن للغذاء؟ إذن لابد من أولاً تحرر الدول النامية من التبعية للدول المحتكرة، أي الدول الاستعمارية. لابد من أن تتحرر حتى نستطيع تحقيق استيراد آمن للغذاء. 2. ضمان استمرار الغذاء للدول النامية دون ضغوط سياسية، يعني لابد من تحقيق استقلالية اقتصادية وسياسية حتى نستطيع توفير الاستيراد الآمن للغذاء في الدول النامية. 3. انتقاء أغذية تلتزم بالمعايير للدولة، حيث أن كل دولة تقوم بوضع معاييرها الخاصة في الغذاء ولابد من تطبيقها وتوفيرها. 4. العمل على توعية المستهلكين لسلامة الغذاء. هنا مثلا دولة قطر توجد حماية المستهلك، وهذه اللجنة، لجنة حماية المستهلك، إذا كان أي انتقاد على أي مادة غذائية أو أي مادة أخرى من حيث صلاحيتها إلى آخره من تفاصيل، يتصل على هذا حماية المستهلك. ما هي العوامل المؤثرة في تحقيق الأمن الغذائي؟ كما ترين عزيزتي في الصورة المرفقة بعض من العوامل الطبيعية وهي الهامة لتحقيق الأمن الغذائي، ألا وهي العوامل المناخية. كيف تؤثر العوامل المناخية؟ عن طريق الجفاف والتصحر. بكل بساطة، عدم سقوط الأمطار يؤدي إلى هذه الظاهرة كما ترين بالصورة. إذن هذه هي العوامل الطبيعية وهي العوامل المناخية. هناك العوامل البشرية، منها استخدام أساليب زراعية خاطئة في الري، مثل أن نقوم بزراعة بري النباتات بشكل كبير جدا، يؤدي ذلك إلى ظهور طبقة بيضاء عليها ما يسمى بظاهرة التملح، يعمل على قلة الإنتاج الزراعي. إذن هنا لابد من استخدام طرق ري حديثة كما موجود عندنا في مدرستنا، المدرسة الفلسطينية. هناك الري بالتنقيط وهناك الري بالرش. المبالغة باستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، ظناً منا أنها ستفيد النباتات، لكن كثرتها تؤدي إلى ضعف أيضاً الإنتاج. ضعف الاستثمار في الزراعة، من يملك رؤوس الأموال لا يغامر بدخول مجال الزراعة والاستثمار فيه بسبب تقلبات المناخ. عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية كما في الحروب، تعمل على هجران الأراضي الزراعية والفلاحين يهربون من مناطقهم، وبالتالي تبور هذه الأرض الزراعية. انظري عزيزتي، هذه بعض الصور لما تمثله واقع الأمن الغذائي في فلسطين. انظري عزيزتي، مصادرة الأراضي الزراعية، وهذه الصورة انتشرت بشكل كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي. هنا جرف الأراضي بالنباتات بالتربة
من قبل الاحتلال الصهيوني. وهنا عزيزتي قطع الأشجار وتحطيمها، شجرات عمرها فوق 100 عام وأكثر يقومون بكل بساطة بقطع هذه الأشجار. انظري هنا عزيزتي كيف فرقوا الأراضي الزراعية بجدار الفصل العنصري كما ترينه موضحاً أمامك. فصل الأرض الزراعية عن الأرض الواحدة لشخص واحد، فصلوها إلى قسمين، وبالتالي قلت الأواصر الاجتماعية بذلك. واقع الأمن الغذائي في فلسطين، أولاً على المستوى السياسي، قام الاحتلال بتخريب وتلويث مصادر المياه وتقسيم الأراضي واقتلاع الأشجار والاستيلاء على المراعي ومصادر المياه. إذا انظري عزيزتي مصادر المياه، هنا بعض المشاريع المائية الإسرائيلية بداية من بداية فلسطين شمالها من عند بحيرة الحولة، قاموا بتحويلها وتقريبا بطور هي الجفاف، وأيضا بحيرة طبرية لم يتركوها وأيضا استغلوها لمشاريعهم الخاصة، ويمنع أي شخص فلسطيني أن يتحكم بأي من المياه سواء السطحية أو الجوفية. وتجاوز الأمر ذلك إلى الدول المجاورة مثل نهر الأردن، قامت بسحب مياهه وتوصيلها إلى صحراء النقب. على المستوى الاقتصادي، تحكم الاحتلال في مدخلات الزراعة مثل الأسمدة والبذور والمبيدات الحشرية، وأيضا تحكم بمخرجات الزراعة حيث منع التصدير والتحكم وتحكم بالأسعار. مدخلات الزراعة ما أحتاجه كي أقوم بحرفة الزراعة، فهذه الأمور ليست ببساطة الحصول عليها في فلسطين من أسمدة بذور مبيدات حشرية. أوكي، تمكنت من الزراعة، لكنني كيف أبيع منتجي؟ كيف أصدر؟ يمنع التصدير تماماً. وأيضاً ما هي الأسعار التي سأضعها لهذه المنتجات الزراعية؟ هناك من يتحكم بها وهو الاحتلال الصهيوني. على المستوى الاجتماعي، قام الاحتلال بتقطيع أواصر التواصل الاجتماعي بين العائلات ببناء جدار الفصل العنصري في أراضي فلسطين. وزائداً عن ذلك، أدخلوا السلع الاستهلاكية للسوق الفلسطيني بأسعار منخفضة. فلنفترض أن هناك صندوق مثلاً للطماطم أو صندوق للخيار ثمنه فلسطيني، الفلاح الفلسطيني يبيعه ب20 ريالاً فلنفترض، أو شيكل 20 ريال أو 20 شيكل، تقوم إسرائيل ببيع منتجاتها هي الإسرائيلية مثلاً ب15 ريال للصندوق الواحد أو 15 شيكل. إذن المواطن الفلسطيني ذو الموارد الاقتصادية القليلة، باعتقادكم ماذا سيشتري؟ هل صندوق 20 شيكل أم صندوق 15 شيكل؟ أتوقع عزيزتي الطالبة أنت تعرفين. كيف نحد من النتائج السلبية للاحتلال؟ لابد من إنشاء صندوق للتعويض عن المخاطر الزراعية والإقراض الزراعي. هذا لابد أن تقوم به الحكومة لمساعدة مزارعيها. ثانياً، التركيز على الأنشطة الزراعية المنزلية. كثير من الفلسطينيين يمتلكون أرضاً زراعية وما يسمى بالحاكورة لديهم في حديقتهم المنزلية، يقومون بزراعة ما يحتاجونه من منتجات يومية مثل بقدونس، مثل نعنع، إلى أمور كثيرة جداً. هناك تعريف ومفهوم، ما هو الاكتفاء الذاتي؟ لو فكرت عزيزتي الطالبة لوجدت أن الاكتفاء الذاتي أن لا أحتاج أحداً، أكفي ذاتي بذاتي، فهو قدرة المجتمع على تحقيق الاعتماد الكامل على النفس والإمكانات الذاتية، يعني أعتمد على نفسي في كل شيء. هناك مستويات للأمن الغذائي في الأسر الفلسطينية أو بفلسطين بشكل عام.
فطبعا هذه المستويات قسمت إلى 4 أقسام، دعونا ندرس المستوى الأول وهو أسر آمنة. المستوى الأول أسر آمنة غذائيا بشكل آمن ونسبتهم 59.6%. ما هي صفاتهم؟ تتوفر لهم كافة الاحتياجات الغذائية لأنهم يمتلكون المادة. هناك أسر آمنة غذائيا بشكل جزئي ونسبتهم 13.6%. هناك صعوبة في استمرار نظام غذائي بالمستوى المقبول، فتأتي أيام يستطيعون توفيرها بشكل كامل وهناك أيام لا يستطيعون توفيرها كاملا. هناك أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي بدرجة متوسطة ونسبتهم 13.4%. هناك صعوبة في توفير كمية الطعام المستهلك أو نوعيته لمحدودية الموارد المالية، إذن هو يعتمد على المال، متى ما توفر معه يستطيع التوفير أو لا يستطيع التوفير. هناك أسر تعاني انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهؤلاء نسبتهم 13.4%. بمعنى أن يصل هذا الشخص أو الأسرة إلى هذا الشيء، هناك فجوة استهلاكية كبيرة، أي أنهم حتى لا يوجد موارد مالية، وأيضا مرة وتكون قليلة جدا جدا جدا، وقد لا يكون هناك موارد مالية. هذه هي مستويات الأمن الغذائي في الأسر الفلسطينية وصفاتها. عزيزتي، انتهى درسنا لهذا اليوم مع حل الأسئلة صفحة 70. السؤال الأول، أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. السؤال الأول 1 باء، الإجابة باء جنوب آسيا. 2 الإجابة باء أسر تعاني انعدام الأمن الغذائي الشديد. 3 جيم، الجواب جيم القمح. 4 الجواب ألف الزراعة. بقية الأسئلة عزيزتي الطالبة ستتمكنين من حلها من خلال عرض الدرس في الباوربوينت أو الرجوع للكتاب المدرسي، والله الموفق. عزيزتي الطالبة، أرجو بذل الجهود في دراسة المادة والإنجاز فيها، وأنتن على قدر المسؤولية وأنا أعرف ذلك. لكم منا كل التوفيق والنجاح.